انا عارف ان الناس طبعا عماله كلها تبعت وبتاع، الناس بتحب الاكشن، تموت تتفرج على اتنين بيموتوا بعض. عشان ارد بس على القصه بتاعت الاستاذ باسم السمره، ده راجل ممثل محترف وراجل لطيف جدا وقلبه ابيض وجدع، وانا عن نفسي بحبه جدا، باذن الله هشتغل معاه في يوم من الايام. هو من الاخر يعني اتاخد على اخوانا، قال له التاني قال له انا اخوك انا حبيبك تعالى بس نقعد مع بعض وبتاع، احنا اوف اير، في اون اير وفي اوف اير، احنا اوف اير وهنتكلم براحتنا وبتاع، هشام عجير مش عارف عامل ايه، نيلي كريم مش عارف. التاني بيكمل بيعلي الافيه يعني، عارف كلمتين كده ساعات يعني، لو انت دمك خفيف بتعلي الافيه عادي يعني، فاهم؟ انا اخوك وبتاع، مصورها وقام منزلها. يعني تخيل انا قاعد مع اخويا بنتكلم مثلا على ابن خالتي او على حد قريب مننا جدا، فبنقول مثلا ان مراته كذا، ده حصل كذا حاجه يعني، بنتكلم في موضوع عادي بتحصل يعني، يقوم مصورني اخويا ومنزلها في كل حته ويخلي منظري يعني بصراحه قمه في مش عارف يعني، مش لاقي لها كلمه، بيئه جدا جدا صفيقه جدا جدا and very cheap يعني، يعني الله يكون في عونك يا معلم. يعني هو ده الضحك يعني، هنجيب فلوس كده يعني، الدم الخفيف مفهوم يعني، ده لا دم خفيف ولا لذاذه، معرفش انا، الله يكون في عونك، زعلان منك يا ابني والله.